رجعنا لكم من الفاصل في ضيافة أسيا، لسه مستمر حلقة المطبخ المغربي. بنعمل دلوقتي البسطيلة، أو بنحاول نلم بعض أو أجزاء البسطيلة على بعض. عندي هنا الفراخ بعد ما استوت فصفصتها وشلت العظم والجلد وكل حاجة، حاولوا تنسروها نساير، حركينها على جنب. وعندي هنا الصوص، شوفوا هو قصر وبقى عامل إزاي، يعني حجمه بقى قليل قوي. اللي هعمله دلوقتي إن أنا هاخد البيض، على فكرة ريحة البهارات رائعة، مهما انا وصف لكم الوصفة دي جميلة ازاي ومش محتاجة اتكلم عنها، لان كل المواقع وكل كتب الطبخ العالمية بتتكلم عن حلاوة البسطيلة وان هي من الاطباق المغربية الفاخرة. عندي هنا البيض، يعني قولوا تقريبا الفرخة بتاخد 5 بيضات ل6 بيضات على حسب، عشان يعملوا لنا فطيرة كبيرة. تمام، والبيضة 5، يعني هنشوف لو احتاجنا هناخد. طيب هعلي النار وهحاول بقى ايه الاول اطلع عودين القرفة، انا نسيت اطلعهم. تمام، الحاجة التانية كمان اللي ممكن اعملها، انا بديكوا كل اسرار مامتي في البسطيلة على فكرة. الحاجة التانية اللي ممكن اعملها انه لما بيقصر الصوص بتاع البسطيلة بتحصل او بتنفصل طبقة الزيت عن الصوص، فانا ممكن اخد شوية من الزيت ده، هقول لكم هستخدمه في ايه. باخده كده شوية بس، يعني مقدار 3 كبشات او كبشتين صغيرين. دي كلها اسرار بتفرق كتير قوي في طعم البسطيلة. وهاخد بقى البيض ده، بس اجيب معلقة خشب احسن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بالبيض وابتدي اسوي الصوص بالبيض بتاعي. انا عشان كده قللت فيه المية كتير قوي، عشان مش عايزة صوص فيه مية، عايزة صوص كده ماسك نفسه. هبتدي بقى اقلب البيض ده كويس واسيبه زي ما بيقولوا في المغرب محرحر، يعني كده ملزلز شوية وطعمه حلو قوي. كل البهارات بقى نزلت في البيض ده، محرحر يعني جاي من الحريرة. طيب حركن الصوص اللي انا سبته على جنب. وعندي الجلاش البيتي، البسطيلة بتتعمل بالجلاش البيتي لان هو الفليكسيبل ومرن، ما هوش زي الجلاش اللي بيتباع فبيبقى ناشف، فانا هسيب ده يتشوح شوية او ينقص شوية على النار. هبتدي اشتغل، عندي هنا الجلاش البيتي، خلونا اقربه مني. وعندي صينية الجوانب بتاعها مرتفعة شوية بسيط، هعمل بقى كذا دور. هاخد يعني هخرج من هنا داير ما يدور حوالين الصينية، انا عشان عاملاه من فترة فنشف بس هنتصرف. واحنا ماشيين تمام كده، اهو اخر واحدة. وهاخد بقى اللوز، دايما بنبتدي بطبقة اللوز لان اللوز ناشف فبيعمل زي طبقة عازلة كده في البسطيلة، ما بيخليش السوائل تنزل لو في سوائل لا قدر الله خلال اثناء عملية السوى. هنزل بعقدة اللوز او طبقة اللوز، وعيني دايما مع البيض. خلاص البيض بتاعي خلص، حطفي عليه ووزع اللوز ده.
في ناس تحب طبقة اللوز تحط عليها ورقة جلاش، في ناس ما تحبش تحط الورقة دي، فأنا هشتغل عادي زي جدتي. يعني ماما ليها طريقة وجدتي ليها طريقة. جدتي بتحط الطبقات على بعض، ماما بتحط دايما ورقة جلاش في النص، فأنا مش هحط الورقة دي، اشتغل زي جدتي. دايما الكبير احتراما ليه يكسب، طريقته تكسب. وهوزع الفراخ بالشكل ده اهو، فبتبقى مزيج ما بين الحلو والحادق، بتبقى رائعة البسطيلة بتاعت الفراخ، من أفخم وأجود الأطباق المغربية. تمام كده، احنا ماشيين كويس، كويس قوي، ريحتها تجنن. اهو تغيير. طيب هاخد بقى شوية من البيض ده، خليني اقرب الحلة وابتدي بقى افرده. هنا هو بقى البيض خد كل النكهات الحلوة بتاعت الفراخ. تمام كده، وبالراحة. موضوع ما هوش، اي نعم ممكن تشوف الخطوات كتيرة قوي، بس الموضوع يعني رائع، نتيجة رائعة في الاخر. ده كفاية الروايح. اتأكدوا بس انه بتضغطوا لتحت عشان خاطر الصينية او الجلاش ياخد شكل الصينية. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد بقى الجناب دول ونبتدي نلم الجناب. بالشكل ده، وكل ما كان الجلاش رفيع كل ما كانت نتيجة البسطيلة رائعة وهيلة. تمام كده، هناخد بقى الرقات اللي فاضلة دي ونوزعها بالشكل ده، نقفل البسطيلة بتاعتنا. تمام كده، ودي اخر رق معانا بالملي. طيب دلوقتي استوت معانا، او سوري خلصنا حشوها، فاضل خطوة وحيدة بس. البسطيلة يستحسن ما تدخلش في صينية زي كده، ولو ان انا يعني ما فيها مش مشكلة سوى على قد ما هي مشكلة تقديم، لانه احنا في المغرب متعودين نسويها على صاج مسطح عشان لما نيجي نقلبها او ننقلها بتتنقل بسهولة معانا للطبق من غير ما تتكسر. فانا هجيب صاج الفرن، هجيب الصاج. فاكرين بقى شوية الدهن اللي انا خليتهم في الاول دول؟ دول بقى بخلطهم مع الزبدة، لانه دول بيدوني طعم للزبدة بتاعتي اللي انا بدهن بيها، او السمنة اللي بدهن بيها البسطيلة. خلونا نشوف الفرشة بس. عامة عشان نبقى متفقين، البسطيلة في المطبخ المغربي بتدهن بالايدين، فانا يعني للناس اللي بتزعل ان انا بشتغل بايديا ممكن البس الجوانت، يعني بس للناس اللي بتزعل. بس في المغرب البسطيلة لازم تشتغل بالايد عشان الجلاش بيبقى رفيع قوي، فحركة الفرشة عليه دي ممكن تقطعه. هتشوفوا هو قد ايه بيبقى رفيع. فهخلط المكونات دي مع بعض، دي بتحيق لي السمنة بتاعتي. هبتدي بقى ايه، ادهن كويس قوي الجلاش. هجيب الصاج، عشان كده قلتلكوا احنا في المغرب بنحب نحطها على الصاج. طيب نقلب كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو. حتى ممكن ناخد الورقة اللي فاضلة دي. هي ما ينفعلهاش غير الايدين، سوري انا اسفة، بس عشان الورق خفيف جدا لازم نتعامل معاه بحنية قوي، فخشونة الجوانتي دي ممكن تودينا في داهية. ندهنها كويس قوي بالشكل ده، حتى اللون او الزعفران اللي في الصوص بيدي للبستيلة بتاعتنا يعني لون حلو قوي في الفرن. هغسل ايديا وهدخل البستيلة للفرن تتحمر. اهم حاجة ان هي تتقلب على الناحيتين وهي بتتحمر في الفرن، كل حاجة فيها مستوية، فاضل بس الجلاش يتحمر. هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه في حلقة المطبخ المغربي.